بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله هتكلم عن الباثولوجي للأورال كافيتي والسليفري جلاند. طيب الأبر جي آي تي متكون لي من الأورال كافيتي والسليفري جلاند. الأورال كافيتي حيكون عندي لبس وفلور أوف ذا ماوث والتونج. السليفري جلاند اللي هي الباروتيد والسبلينجول والسبمانديبلر. طيب نجي نتكلم عن الأورال كافيتي والديزيز اللي تصير فيه. الأول شيء عندي الإنفلاميشن والتيومر والألسر. الإنفلاميشن حيكون عندي في اللبس والميكوزا والتونج. اللبس اللي هو تشيليايتس والأورال ميكوزا ستوماتايتس والتنج لوساتايتس. طيب نيجي أول تايب من أنواع الانفلاميشن حيكون تشيليايتس اللي هو انفلاميشن في اللبس. الإيتولوجيا وش السبب حيكون عندي سببين، الهيربس سيمبلكس فيرال انفكشن وعندي أذرز. طيب الفيروس ده يوجوالي انه معاه فيفر بيكون شائع، بنشوفه كتير. طيب بيكون معدي. طيب الجروس بيكتشر ايش بشوف مالتيبل سمول فيزلز بتكون كده على شكل جروبس حوالين اللبس وعلى اللبس عادي. طيب نوع الانفلاميشن في هذه السمول فيزلز اللي هو سيروس انفلاميشن. السيروس اللي احنا اخذناه اللي كان ووتر وسولت. طيب المايكروسكوبيك بيكتشر ايش بشوف؟ سايتوباثيك تشينج في الخليه اكيد. طيب اللي هي حتكون مالتي نوكليتيد سيلز، مالتي نوكليتيد انه اكثر من نيوكليس تقريبا جو فوق بعض كده، وهذولا فوق بعض لما نتخيلهم حيكونوا لونهم أغمق اللي هو إيزونوفيليك فيرال إنكلوجن. طيب إيش الفيز أو إيش بيصير مع الفيروس ده أو إيش نهايته؟ يا إنه هيل، يا إنه فيروس ميجريت تو ريجونال نيرف جانجليا، بيروح لأقرب نيرف جانجليا بيصير فيها ليتنت إنفكشن، بيقعد ليتنت ألين ما إنه ملاعة الشخص ده بتقل. إذا قلت بيقوم إنه يطلع تاني. طيب تاني نوع حيكون عندي الستوماتاتس، تاني نوع من أنواع انفلاميشن. الستوماتاتس اللي هو عندي إكسبشن، مش انفلاميشن في الستومك، لا انفلاميشن في الأورال ميكوزا. طيب الإيتولوجي أو إيش الأسباب؟ عندي الهيربتيك ستوماتاتس أو اللي هي الفيروس. طيب الابثوس ستوماتايتس او الكانكر سورس، المايكوتيك انفكشن، والنيكروتايزنج ستوماتايتس. طيب متى بيصير؟ commonly in poorly nutritioned children، الاطفال اللي تغذيتهم مو كويسه او ما بتكفي احتياجهم. طيب characterized by necrosis of gum، وكمان may extend to oral mucosa، وعشان necrosis ممكن يصير عندي gangrene. طيب نيجي الأول واحد الأورال كانديدز. الإيتولوجي الفنجس ده أو الكانديدا دي بتكون نورمال موجودة في اللسان، في الأورال كافيتي سوري. طيب فهي نورمال فلورا معناته انه هي اوبورتونستيك. اوبورتونستيك معناته انه الشخص اذا قلت مناعته حتبدا انه تنتهز الفرصه وتطلع كانفكشن. طيب الباثولوجي هنا حيكون سوبرفيشال جريت وايت ميمبرين، بشوف هي طبقه فوق اللسان بتطلع زي ما احنا شايفين، لونها ابيض، وايت ميمبرين. طيب composed of the fungus filament and necrotic surface epithelial cells. طيب احنا قلنا انه هي يعني طبقة فوق التنك، فمعناته انه انا بقدر اعمل لها scrubbed off. اذا انا عملت لها scrubbed off بشوف تحتها inflammatory base اللي هو مثلا بشوف انه redness او زي كده. طيب بس نركز هنا انه هي اقدر اعمل لها scrubbed off. طيب ثالث نوع حيكون عندي الابثس ألسر او الكانكر سورس. هذا النوع او النون كونتاجينيوس او نو انفكشوس،
أو مو معدي، more common in children and young adults. clinical picture إيش بشوف؟ بشوف multiple small superficial، بشوف أكتر من واحدة بتكون صغيرة superficial painful ulcer with necrotic center and red marking. طيب إنه هنا بيكون عندي center necrosis وحولنا بشوف هنا في ال red. طيب involve mucosa of inner surface of lip, tongue, cheek and soft palate. طيب usually heal with no scar. كمان ممكن إنه يتعاد أو ممكن إنه يتكرر يعني للشخص. إيش السبب؟ بيكون autoimmune، بيكون عندي stress, lack of sleep and fatigue, trauma و sudden weight loss. طيب رابع نوع حيكون عندي glossitis أو inflammation في التونغ. inflammation في التونغ عندي نوعين acute و chronic. الكرونيك عندي منه نوعين non-specific و specific. specific granulation، الgranulation بتكون TB والسيفلس. طيب النون سبيسيفيك بيكون عندي راجد تيث اور شارب تيث اور هيفي سموكينج. طيب بيكون هنا عندي يعني شارب تيث بيقعد بيخدش في اللسان. طيب كومبليكيشن اوف كرونيك جلوسيتايتس حيكون عندي اليوكوبليكيا. طيب انا دحين عندي خلايا التنق العاديه حتكون ستراتيفايد سكويموس نون كريتينايز اللي حتكون لونها ريد كلنا عارفين. طيب انا عندي هنا اريتيشن اللي هو مثلا خلينا نقول الشارب تيث، الشارب تيث هذا السن مكسور بيقعد بيخدش في اللسان طول الوقت وطول اليوم ومع الايام اللسان هنا ما حيقدر يتحمل، فاحنا قلنا انه هو حيتحول او حيغير النوع التايب اوف سيل حقته حيصير ستراتيفايد سكويموس كيراتينايز. ايش اللي مخليه هو اصلا ريد؟ انه نون كيراتينايز، فصار كيراتينايز فهنا تغير لي صار وايت، فجوه الخلايا بيصير عندي وايت اريا او نفسها بتكون وايت. طيب فهنا لما يقول لك اليوكوبليكيا هي حاجه او البري مالجنت كونديشن، لانه انا هنا عندي الديسبليزيا او الديسبليزيا لانه انا عندي هنا الخليه غيرت نوع التايبز اوف سيل حقها. البري مالجنت كونديشن وذ ثيك وايت ميكوزال باتش، يعني بشوف انه نفس الخليه صارت خلاص كريتينايز فعشان كده صارت بيض. extending 5 مليمتر that cannot rapid off، انه انا ما اقدر اصلا اشيلها. ليش؟ لانه هي صارت كريتينايز خلاص صارت لونها ابيض. طيب بس هناك لما تتذكروا قلنا في الفنجس انه احنا نقدر نعمل لها سكراب لانه هي طبقه وفنجس عادي اقدر اشيله. طيب السايت حيكون anywhere في الاورال كافيتي. الكوزز الاساسي كرونيك اريتيشن ما يقدر يتحمل التنق فيغير نوعه. طيب عندي rough teeth وrough places on denture، عندي smoking or tobacco chewing وعندي الكحول، كلها اسباب بتغير لي نوع التايبز اوف سيل اللي كريتينايز. طيب الجروس بيكتشر ايش بشوف؟ بشوف thick white patch with sharp outline، يعني انا هنا واضح مره البياض more than 5 مليمتر، ممكن يكون 5 اور اكثر. not scrubbed، هنا مره ركز انه هو not scrubbed لانه نفس الطبقه صارت كيراتين صارت بيضه. طيب الميكروسكوبيك بيكتشر بشوف هايبر بلاستيك ستراتيفايد سكويموس ميكوزا شو هايبر كيراتوزيس، لانه خلاص بدأت تحط كيراتين 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 عشان تقدر تتحمل فصار عندي هايبر كيراتونوزيس. الماي شو ديس بلاستيك تشينج او الديسبليزيا ذات مي بروجريس، اللي احنا قلنا انه الديسبليزيا ممكن تصير مالجننت او تصير كانسر، مي بروجريس تو كارسينوما ان سايتو. طيب الافكت الليكوبليكيا بري كانسروس مي ليد تو سكويموس سيل كارسينوما من 5 لربع في المية. طيب
طيب احنا قلنا الاورال كافيتي بيصير الديزيز اللي فيه ثلاثة، اللي هي الانفلاميشن والتيومر والالسر. خلصنا من الانفلاميشن نجي للتيومر. طيب التيومر في الاورال كافيتي عندي اكيد بيناين وماليجنانت تيومر، فين حتكون؟ في الليبز والتونج والماوث والأنف سيميلر. طيب ايش ما بيصير هنا عندي ولا اي حاجة، هو بس انه ايش اسم المكان اللي جاله حيتغير اسمه لبيناين او ماليجنانت. فنجي مثلا نقول الابيثيريال نقول لها سكويموس سيل بابيلوما، والماينر سيليفري جلاند بنقول لها ادينومس. طيب الماليجنانت في الابيثيريال حيكون سكويموس سيل كارسينوما، طيب في الماينر سيليفري جلاند حيقول ادينو كارسينوما. طيب ثاني شيء الميزنكايمال او الكونكتيف تيشو الموجوده، حيكون عندي الفاسكولار والفايبروس والمسلز. الفاسكولار عندي نوعين من الكابيلاري، اللارج كابيلاري والسمول كابيلاري. اللارج حيكون اسمها كافيرنوسيس هيمانجيوما، السمول كابيلاري حنقول لها كابيلاري هيمانجيوما. الفايبرس حيكون عندي فايبروما، والماليجنانت حيكون عندي فايبرو ساركوما. المصل حنقول لها في البيناين ليومايوما، والماليجنانت حنقول لها ليومايوساركوما. الليمفويد تيشو اللي هي زي مثلا خلينا نقول التونسل، في البيناين ما عندي بيناين، و الماليجنانت حنقول لها ليمفوما. هنا حيكون عندي تاني اكسبشن طيب السكويموس سيل كارسينوما هو الموست كومن، بيصير غالبا 95 اوف كانسر اوف اولر كافيتي ار سكويموس سيل كارسينوما. طيب ايش الفاكتور اللي بتطلع لي او اللي بتزود لي؟ طيب التوباكو سموكينج وتشوينج والكوهول ابيوز، وكمان عندي ال HPV فيروس، ممكن كمان البري ماليجنانت ريجن اللي هو اليوكوبليكيا اللي احنا قلنا عليها. طيب الباثولوجيكال بيكتشر ايش بشوف؟ طيب السايت هي بتيجي في كل الاماكن، التنغ والليبز والماث. في التنغ حتيجي في المكان اللي اكتر اتعرضت له، مثلا انه الكهول، فحتكون الانتيريال 2/3 مور كومن ذان بوستيريال، لانه هو اللي يعني لما بيجي يشرب هو الانتيريال اكتر بيتعرض للالكهول. الليبس حتكون اللور ليبس هي المور كومن. الماوث حيكون عندي الفلور اوف ذا ماوث lining of teeth and gum. طيب ايش بشوف؟ الجروس بيكتشر بشوف ثلاثة اشياء. طيب بشوف papillary، بشوف polypoid، بشوف malignant ulcer. طيب الميكروسكوبيك بيكتشر بشوف infiltration of sub epithelium by malignant epithelial cell arranged in nest، بشوف nest او اللي هو زي عش الطائر with keratin pearl formation. طيب السيل حتكون هي malignant او هي كارسينوما، فحنقول اللي هو البيرومورفيزم hyperchromatism increased nucleocytoplasmic ratio والميتوزيس. طيب الجريد determined according to ال percentage of creatine، يعني هنا أنا بعتمد على الكرياتين في هذا. إذا كان عندي 75% حيكون well differentiated tumor، من 75 لـ25 moderate و25 وقل حيكون poorly differentiated. هنا عندي إنه صور بتوضح لي ال well differentiated وال poor. well differentiated مرة واضح، المودرن نص ونص يعني، البورلي بتكون ما في حاجة أنا شايفتها، يعني نقارنه بالبورلي ولا differentiated. السبريد هيكون direct و lymphatic و blood spread. طيب
الدايركت تو نيرباي نو اورجان، الاورجان اللي بتكون محيطه. الليمفاتيك بتكون سيرفايكال ليمف نود، والبلد سبريد بيكون ليت. ليش؟ لانه انا غالبا بكتشفه بدري، لانه انا بشوف لما بشوف التيومر في فم الشخص، ف يعني على طول هو بيروح المستشفى او شيء. طيب فعشان كده بيكون ليت. البروجنوسيس السايت والجريد والستيج. السايت حيكون كارسينوما اوف انتيريال 2/3 اوف تونغ از بيتر ذان بوستيريال، لانه انا بقدر انه اشوفها او الاحظها. الجريد will differentiative has better prognosis than poorly. الستيج معناتها انه قد ايش هو spread او قد ايش هو انتشر. اللي stage has better than، ليش؟ لانه مثلا اذا كان في التنق احسن من انه مثلا خلينا نقول في التنق والاسوفيجس والستومك مثلا مع بعض، يعني فانه في التنق يكون احسن. طيب ثالث شيء من الـ احنا قلنا الانفلاميشن والتيومر والالسر. طيب الالسر ايش هو في الاورال كافيتي؟ quantity or break the mucosal membrane. طبقة الميوكوزال ميمبرين انا بعمل لها full removal full removal، كلها بتتشال، فعشان كده بيصير عندي الالسر. السايت حيكون effect lip tongue floor of the mouth والبالت، والموست كومن اكيد حيكون عندي التونغ. طيب ايش الكوزز حقت التونغ ألسر؟ لانه هو الموست كومن، فايش الكوزز حقته؟ حيكون عندي سبعة: التروماتيك، فيزيكال وكيميكال وانفكشن وإميونولوجيكال والنيو بلاستيك أو اللي هو النيو بليزيا. طيب التروماتيك بيكون عندي دينتال ألسر. كل واحدة وحشوف إيش الأيج أو إيش اللي جوة، يعني هي جوة إيش عاملة. طيب التروماتيك حتكون عندي سلوبينج أيج اللي هو حيكون كده شكله. طيب الفيزيكال حيكون الفيزيكال اللي هو مثلا انه شخص شرب شيء مرة حار فانه جاء على لسانه التنغ ألسر. طيب الفيزيكال حيكون برضو سلوبينج ايج. طيب الكيميكال حيكون مثلا عندي الكهول وتوباكو، فبرضو حيكون عندي سلوبينج ايج. الانفكشوز بكتيريا سيفاليتك أرسر، وعندي تي في. السيفاليك حيكون punched out age اللي هو حيكون ال age حيكون عندي كده. التي في حتعمل لي ال undermined age، حيكون شكل ال age كده. طيب الاميولوجيكال شيء مناعي، حيكون emphysis ulcer، حيكون slow برضو sloping age. طيب النيو بلاستيك او النيو بليزيا مالجننت ألسر رايزد او ايفريتد ايج اللي هو حيكون عندي هو في البدايه حيبدا حيكون زي كده، بعدين انه حيبدا يعني انفجر او انه بطريقه ما حيصير زي كده، فاحنا نقول عليه رايزد ايفريتد ايج.